داعش لا يواجه فكريا بقدر ما يواجه بأفعاله التي خرجت عن كل حدود الإنسانية والرحمة. فمش عاوز أسترسل في المقاومة الفكرية أو الأسلوب الفكري مع داعش بقدر ما إنك تتكلم عن أفعالهم وتصرفاتهم اللي عاست الأرض فسادا. نعم. وخليك في التأصيل بتاع داعش عشان أبدأ معاك وسيبك تسترسل فيها من أيام أبو مصعب الزرقاوي. نعم. من الذي تولى بعده هذه المسألة وإلى متى؟ وما السر في اتساع نشاطها على مستوى دول كثيرة؟ وما السر في جموع كثيرة تأتي إليها من كل أنحاء العالم؟ السر أولها سوء الفهم عن الله ورسوله. قال شيخ ابن القيم إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة. يا سيدي. نعم. التأصيل عملك ولعبتك كما يقولون. حدثني عن وقائع لداعش، حدثني عن أسلوب داعش، حدثني عن قصدهم، عاوزين يروحوا فين، كيف نحاربهم ونقاومهم، مش بالفكر، لأنني ممكن أحاربهم بالفكر وهم عمالين يقتلوا ويقربوا. أن من حمل السلاح واستحل الدماء يواجه أمنيا، لا خلاف على ذلك، لكنني أقول هؤلاء الصغار الذين يتأثرون بهذا الفكر بل وربما يكونون في بيوتنا، يجب علينا أن نناقشهم فكريا وأن نبين لهم الحق بدليل من كتاب الله وسنة الرسول دون تسفيه أو تحقير. لا بد من أن تكون المواجهة الفكرية مع المواجهة الأمنية في آن، وإلا سنخسر المعركة. أنا أتكلم الآن بصفة مسلم يغار على أمته ويغار على دينه، ويريد لهذا الفكر المنحرف الضال أن يتوقف، لن يكون إلا بالمواجهة الفكرية ابتداء. أما من رفع السلاح هذا يواجه مواجهات أمنية. هذه الفرق والتكتلات ظهرت في العهد النبوي الشريف وفي عصر الصحابة والتابعين، الجماعات اللي احنا قلناها دي. ظهرت الخوارج وهي أم هذا الفكر المنحرف الضال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسهم ذو الخويصرة التميمي، ثم بعد ذلك في حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ظهرت المعتزلة ولها أصول من أخطر أصولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود بهذا أنهم يجيزون الخروج بالسلاح على الحكام والحكومات.